السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشتغل النهاردة في استكمال بقية تكويد الأصناف لمركز صيانة السيارات. يا رب يا مسهل. نخش على الدخول، هنخش على تكويد الأصناف. احنا عملنا آخر مرة المجموعة ديت وعملناها إضافة من هنا، نفس القصة. الوظيفة كمان مينفعش. لون الصنف النهارده ايه اللي هنشتغل فيه؟ لون الصنف اللي هو هنشتغل فيه، تعال ندور على الجزئية اللي هي اللون ده موجود داخل سب فورم وداخل كمان نيجاتيف يعني، فهندور عليه من هنا. اهو اهو كده معانا على طول. هنيجي هنا هناخد نفس الكلمة دي بنفس الشكل ده، كنترول سي وكنترول في، وهنيجي هنا لون الصنف تمام كده، بس هنيجي نلغي الامر اللي هنا عشان ده الامر بتاع مين؟ بتاع مجموعة الصرف. وهنعمل هنا شريط قوائم، هنيجي هنا هل احنا عملنا اصلا لون صنف؟ لا ما عملناش احنا خالص لون صنف، عملنا المجموعة بتاعت كده لغيار. هنعمل الجدول تاني وهنكتب فيلد 1 اي او تكست شورت تكست بس لون الصنف، هو تتحفظ وهنختار اللي احنا عملناها اللي هي ديت. هناخد نفس النسخة تيبل 3، نفس النسخة تيبل 3 هنخليها تيبل 4، كنترول سي وكنترول في هتبقى تيبل 4. تيبل 4 تم إدخال اسم أو لون الصنف بنجاح. وهنا لون الصنف بنجاح خلاص. وهنا هنيجي هنا بقى نعرفه على إيه، وهنا بيقول لك عند الفتح من أوبن يبقى هنا عندي الكلمة هتتكتب إيه بقى؟ إضافة اسم الصنف، هنا إضافة لون الصنف. لون الصنف. وهنيجي هنا هنعرفه على جدول 4، وعرفه على جدول 4. ونيجي هنا برضو هنقول هنا هيبقى اد ديت هتبقى اوبن تيبل 4، اوبن فورم تيبل 4. عند الادخال هو هنا اسمه هنا الشريط نفسه، خد بالك بقى اسمه تكست 20، هنخدها كده اهو كوبي تكست 20. هنا لما عملنا فتح لي تيبل 3، تعالى في تيبل 3 ونشوف لما عملنا ادخال للبيانات ايه اللي حصل. نفس القصه، وهنعمل تحديث لتكست 20
أنيمي التحديث لتكست 20، أنيمي نفس القصة اللي في الإدخال أهي، بس هنا بدلا من تكست 16 هتبقى تكست 20 ريكويري. شفت العنوان طويل أوي إزاي؟ عنوان طويل جدا، بس هنا هيبقى تيبل كام؟ 4. مي ومي وإف وإف نال لو فيلد 1 تساوي أوبن تيبل 4. في هنا تيبل 4 اتحذف، هنا تيبل 4 اتحذف، فنحاول نجيبها من الحلقات السابقة نشوفها. كانت موجودة، هي دي لا يمكن إدخال بيانات فعلا، هنحاول نسحبها. ما حاجة زي كده ما لا تقلق، ممكن نعالجها. يبقى تيبل 46 هنحاول نعملها تصدير ونعدل، بس احنا ايه علشان ما نتلخبطش من هنا نحاول نحذف دي ونعملها تصدير. برنامج مركز صيانة السيارات هنشوف عندي 8، تيبل 4، تيبل 46. ماشي، يبقى هنا هيبقى هنا تيبل 46 ونفس الشيء عند التيبل 3 في الإدخال. يعني مثلا لو عملنا هنا اد مجموع صنف فارغ لا يمكن ادخال بيانات فارغ اغلق. طب احنا هنا في 46 دي عايزين نعدل الزرار ده ونخليه زرار باين شويه، لان هو واخدينه اقتباس من مجموعه تانية او من مصدر تاني. نفس الشيء برضو هنا لو عملت فارغ هنا ما ادانيش ال ما تدخليش بيانات وفي نفس الوقت ما تدنيش. طب ليه هنا بقى؟ لان هنا تعال نشوف كده الاول. هنا اغلق وده ظهر وهنا ماشي. يبقى احنا هنا هنعمل ايه بقى؟ هنا بص بقى نركز في الحته دي فين. هو كلام على 46 3 و4، تيبل 3
حتى الآن ما دخلش بيها نقفل هنا لون بترول ادخال تمام كده هو هنا ظهر لون بترول بس لسه ما عملناش في الشريط هنعمله في الشريط دلوقتي في الشريط هياخد لي هياخد لي يبقى هنا في الشريط بس هنعمل بس حاجة بسيطة كويري تجيب الأربعة ننزلها وننزل فيلد 1 ونقول هنا بتساوي واحد وهات لي الجمع بتاعه ده أخد كويري أول استعلام للبرنامج ده هنا هيظهر مش عايزين ده بس ايه اللي هو ايه يظهر فهنا ظهر لون البترول زي ما انتم شايفين اهو عملنا مثلا لون تاني لون رمادي ادخال واللون الرمادي اللي دخل لون قطع الغيار مثلا لون بني لون بني زهر تقدر تحدده ماشي ده بالنسبة لحلقة اليوم الحلقة الجاية إن شاء الله هنشتغل في نوع مادة الخام وسعر البيع القطاعي سعر الجملة سعر وهكذا يعني حاجات كتير هنكتبها في إيه الحلقة الجاية شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.